معنا دلوقتي عبر زوم من الولايات المتحدة الأمريكية البطل المصري إسلام عبد المعين عشان نتعرف منه على رحلته للتألق الدولي. كابتن إسلام، صباح الخير عليك وألف مبروك، ويعني حابين نعرف منك وتعرف السادة المشاهدين يعني تفاصيل المنافسة اللي قدرت تحصل من خلالها على المركز الأول والميدالية الذهبية فيها. صباح الخير على شعب مصر كلهم، وصباح الخير على مصر أم الدنيا. طبعا دايما مصر ولادة بالأبطال، وتحت رعاية وظل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الباشمهندس هشام حطب ورئيس الاتحاد المصري للقوى البدنية اللواء محمود بركات. طبعا أنا فخور جدا وبشكر كل الناس اللي دعمتني وكل الناس اللي وقفت جنبي. طبعا فخور بعلم مصر وهو بيترفع في أمريكا. طبعا دي حاجة من الحاجات اللي حصلت لأول مرة في بطولة مستر أمريكا اللي علم مصر يترفع في بطولة قوية شبه دي. طبعا أنا لعبت بطولة مستر أولمبيا 3 مرات بفضل الله وحققت في المركز الأول، والسنة دي في 2023 لعبت بطولة أرنولد كلاسيك في المصارعة الأمريكية وحققت فيها المركز الأول بفضل الله. وفي أكتوبر مستر أمريكا للقوى البدنية، والحمد لله حصلت فيها على الميداليتين الذهبيتين. وطبعا ده بفضل دعوات والدي وتشجيعه ليا ووقفه جنبي. وطبعا أنا بحب أشكر كل الناس اللي دعمتني، وبحب أشكر طبعا كل المصريين اللي إحنا طبعا بنعمل حاجة لبلدنا، نكون سعداء وفخورين طبعا. واحنا كمان بنشكرك يا كابتن، يعني انت كنت الحقيقه قد المسؤوليه وقدرت تفرحنا، يعني وقدرت حتى تكون عند حسن ظن كل الناس اللي دعمتك والناس اللي كان عندها امل فيك، فاحنا كمان بنشكرك اكيد. والله ربنا يخليك يا رب، وشكر لحضرتك وللناس كلها. وطبعا ده حاجه قويه جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها. فطبعا انا حابب افرح الشعب المصري، واحابب يعني ادي ثقه للرياضه في مصر، هي من اقوى الرياضات، واحنا ابطال كل المصريين بيتعمل لهم الف حساب في بطولات العالم بره. وطبعا احنا دوله مش قليله، ده دوله قويه جدا برئيسها وبشعبها وبكل الناس الحمد لله. واحنا فخورين بيك جدا على فكره كابتن اسلام. انت وانت داخل هذه البطوله كنت مركز محدد هدفك عايز مركز اول وذهبيه، ولا المنافسات كانت صعبه وانت قدرت تتغلب عليها؟ يعني احكي لنا تفاصيل البطوله كانت عامله ازاي. والله حضرتك انا كنت بعد للبطوله دي بقالي 6 شهور في امريكا. فطبعا كان اعدادي ليها، فمن حصل لي من اخر قبل البطوله بشهر كده جات لي اصابه في العضله. فطبعا دي كانت من الحاجات اللي اثرت فيها نفسيا، يعني خلتني يعني كنت برضو قلقان ان انا ما يعني ما احققش ميداليه ذهبيه. طبعا كانت البطوله كان فيها منافسات قويه جدا، يعني وكل انت كنت مصاب كمان انت بتلعب. يس ايوه يا فندم، كانت البطوله منافستها في اغلبهم امريكان، وطبعا انت ما بتلعب معاهم هم بيبقوا برضو يعني شايفينك وشايفين برضو انت جاي وعامل شغل كويس. فما كنتش برضو عاطي ان انا ابين لهم ان انا عندي اصابه ولا حاجه، بس بفضل ربنا طبعا ربنا كرمني طبعا وعديت المرحله دي وما حطيتش في دماغي وسبتها على ربنا. وبفضل الله يعني حققت فيها الميداليتين ده، وكانت دي كانت فرحه عمري اللي انا يعني ارفع علم بلدي. وحضرتك كان التكريم الاجانب طبعا كانوا يعني مبهورين، لقيت تشجيع فظيع جدا، يعني كان اول مره فعلا بفرحتي دي اشوف الناس فرحانه قد ايه باللي انا عملته والانجاز اللي انا عملته الحمد لله. كابتن اسلام، كلمنا عن الميداليتين اللي انت لابسهم، احنا شايفين ميداليتين انت لابسهم اهو، احنا متهيألي واضحين عندنا ما شاء الله. لا دي كانت اول ميداليه، كانت البطوله كانت بنش بريس، لعبت في البنش بريس، لعبت في ميزان الساب ماستر والميزان المفتوح. ففضل الله الميزانين كان فيهم منافسين قويين جدا، كان فيهم اغلب يعني كان في امريكا وكان معانا روسيا وكان معانا ناس دول بقى من دول امريكا من محافظات امريكا الموجودين فيها. طبعا كان برضو كان الداعم الاساسي بتاعي اللي انا ما انزلش عن التارجت بتاعي، عشان انا ان شاء الله مسافر مستر اولمبيا يوم 1/11 في ارنولد فلوريدا باذن الله، متاهل ليها عشان اخد اول السنه اللي فاتت. فان شاء الله كانت دي المحطه القويه اللي انا لازم اعمل فيها حاجه على اساس
اللي ده اختبار ليا لاقوى بطوله مستر اولمبيا للمره الرابعه ان شاء الله على التوالي. طيب اللعبتين اللي انت تفوقت فيهم البنش بريس والقوه البدنيه مستواهم عامل ازاي عندنا في مصر؟ بسالك ليه؟ عشان نطمن على نسبه التمثيل بعد كده في المنافسات الدوليه. طبعا عايز اقول لحضرتك مجهود كبير جدا سياده اللواء محمود بركات بيعمله خلال الفتره الاخيره. طبعا مصر كانت اول مره تستضيف بطوله عالم في شرم الشيخ السنه اللي فاتت، وطبعا ده كانت من الحاجه اللي كل المصريين كانت بتحلم بيها. طبعا حضرتك عارف السفر بطولات العالم بتبقى غاليه ومكلفه والكلام ده، فطبعا كانت من الحاجات اللي اتعملت، وطبعا تحت ظل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يخليه لينا يا رب، ووزير الشباب والرياضه طبعا اللي هم يستضيفوا بطوله العالم في شرم الشيخ. فكل المصريين طبعا يعتبروا حصلوا على لقب بطوله العالم، وطبعا قوه بدنيه لعبه قويه جدا، فبقت ليها شعبيه، بقت ليها جمهور، وطبعا اغلب صحيح. الناس دلوقتي بقت يعني كل واحد دلوقتي بقى بيحب يتمرن في الجيم، بيروح يتمرن. وانت كمان بقى رفعت سقف طموحنا كلنا يعني، ومستنيين منك المزيد، مستنيين منك اكتر. بنبارك لك مره ثانيه البطل اسلام عبد المعين بطل العالم في لعبه القوى البدنيه، شكرا جزيلا ليك.